من أكتر الأماكن اللي كان نفسي أزورها النوبة، أو بلاد الذهب زي ما بيقولوا عليها. معرفش إيه سر حبي وفضولي الكبير للتعرف على البلد دي وثقافتها، يمكن عشان وإحنا صغيرين اتربينا على شخصية بكار، أو يمكن عشان طول عمرنا بنسمع إن أهل النوبة ناس طيبين. الأسباب كتير، بس في الآخر قدرت أزور المكان ده، ومن أول ما وصلت وأنا كل حاجة مستغرباها وحباها في نفس الوقت، من أول البساطة اللي في كل حاجة، للغة النوبية الغريبة اللي مش فاهمة منها غير كام كلمة شبه العربي، واللي دايما بيتكلموا بيها مع بعض لكن معانا بيتكلموا باللهجة المصرية العادية. الجمال والبساطة في كل حاجة هناك، من أول الطواجن اللي بياكلوا فيها للألعاب اللي الأطفال بيلعبوا بيها وبيعملوها من الطبيعة حواليهم، لبساطة بيوتهم من جوة وألوانها من برة وأشكال المثلثات اللي مزخرفة كل حتة. حالة من البساطة والروقان مش هيحس بيها غير اللي راح وشاف الناس دي في صفاء ونقاء وجمال قد إيه، لدرجة تخلي ست تطلع على الجبل الصبح تسوي الرمل على الأرض لمدة ساعة وأكتر. برغم كده في حاجات خلتني أحس بغموض ورهبة وخوف. النوبة الصبح كلها ألوان وبساطة وحيوية وانبساط، لكن بالليل حسيت بخوف شوية. ومن أكتر الحاجات اللي رعبتني هناك التماسيح. التماسيح جزء أصيل من ثقافتهم، لدرجة إن الأطفال بيلعبوا بالتماسيح الصغيرة، وبيوت كتير في النوبة فيها تماسيح حية جوه قفص حديد طبعا. في واحدة من البيوت دي قلت أطلع على السطوح عشان أبص على المنظر من فوق، وبلف بعيني كأني باخد صورة بانورامية، لقيت تمساح طوله مترين جنبي على السور في آخر اللفة 180 درجة دي. طبعا اترعبت ونزلت جري، رغم إن بعد ثواني من التفكير اكتشفت إنه متحنط. بعدها بقيت بشوفه متعلق على أبواب البيوت وابتديت أتعود على الفكرة.